معنا من محيط الكونغرس عمر محمد مراسل الغد. عمر، هلك أن تطلعنا على الأجواء لديك بعد إغلاق مبنى الكونغرس بسبب المخاوف الأمنية. نعم سينار، عمليا أنا في داخل باحة الكونغرس الأمريكي. أخرجنا من الكونغرس قبل قليل بداعي وجود تهديد أمني. التهديد الأمني وصف بأنه تهديد خارجي، منع الدخول والخروج الآن إلى الكونغرس، ومزيد من التعزيزات دخلت بالفعل، وأخلي بعض الحضور المشاركين ب بروفت أو تمرين يوم التنصيب، أخلو بالفعل من المكان. على هناك على الجانب الأيمن يحتمي الكثير من المدعوون ليوم التنصيب، للتمرين في يوم التنصيب، يحتمون خلف الجدران وفقا لتوجيهات المعنيين بالأمن في داخل مبنى الكونغرس. والآن هناك تحليق لمروحيات بسماء العاصمة وفوق الكونغرس الأمريكي تحديدا. نحن يعني بانتظار التوجيهات من الفريق الأمني في الكونغرس الأمريكي، وهنا خروج عدد من رجال الشرطة. طبعا شهدنا استدعاء العديد من الجنود بذاتهم العسكرية وخوذهم أيضا ودروعهم الواقية، دخلوا إلى داخل مبنى الكونغرس الأمريكي على عجل، وأخلوا منطقة المنصة على الجانب الغربي من الكونغرس الأمريكي. نحن بالتحديد على الجانب الشرقي الذي كان يشهد تمرينا آخر ليوم التنصيب، حضره ممثلون عن القوات الأمريكية. هذه المنطقة الشرقية أو الجانب الشرقي من الكونغرس الأمريكي يفترض أن يصل إليها بادئ الأمر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وبعدها يتوجه إلى المنطقة الغربية أو الواجهة الغربية للكونغرس، وهي محل منصة التنصيب. لحد الآن ليست هناك أخبار عن ماهية هذا التهديد، لكن يبدو أنه تهديد جدي وليس إنذار. هذا ما كنت أرغب بالتساؤل بشأنه عمر، يعني ما الذي استدعى كل هذه الإجراءات الآنية؟ هل هي مجرد تهديدات أم شهدت بعض الوقائع على الأرض التي تستدعي بالفعل هذه الإجراءات؟ في داخل الكونغرس الأمريكي ليس هناك ثمة أمر أو تهديد داخلي. التحذير كان واضح، الإنذار كان واضح، قال أن هناك تهديد خارجي فينبغي الابتعاد عن الأبواب والابتعاد عن النوافذ وإغلاق الأبواب ومنع الدخول والخروج. في داخل الكونغرس يعني عمليا سينار، الكونغرس الأمريكي يتألف من المبنى الرئيس وست مباني أخرى مرتبطة على شوارع أخرى، وهي مرتبطة. هنا المزيد من القوات سينار تأتي لتدخل الكونغرس الأمريكي من الناحية الشرقية، إنهم يتوجهون إلى المحيط الداخلي وليس فعليا إلى داخل المباني في الكونغرس الأمريكي. أتيح للزميل المصور أنهم يدخلون داخل السياج. نعم، توجههم هنا باتجاه المنطقة من المنطقة الغربية الشرقية إلى المنطقة الغربية في الكونغرس الأمريكي، يتجهون إلى المنصة، ومعهم أيضا يليهم بعض من شرطة الكابيتال أو شرطة الكونغرس الأمريكي. طبعا وسائل الإعلام الأمريكية تناقلت هذا الأمر بأهمية قصوى. الأمر ليس يعني أحيانا كانوا يجرون بعض التدريبات، خاصة أن الأمر جاء مع التدريب أو التمرين على يوم التنصيب. البعض توقع أنه لربما يأتي في هذا الإطار، لكنه حتما ليس في هذا الإطار مع التحليق المكثف للمروحيات. وسمعنا أيضا كان هناك صوت لطائرات مقاتلة في الأجواء، والمزيد من القوات طبعا دخلت، وهذه أيضا المزيد من القوات تأتي، سيمرون من خلفي الآن. نعم لك سينار.
الإطار. هذا يعني كل ما استجد في داخل الكونغرس الأمريكي. ويعني سأتابع أيضا ما نقل عن وجود عمود دخان وما إلى ذلك في العاصمة الأمريكية. هل عرف سبب هذا العمود من الدخان عمر؟ هل عرف سببه؟ لحد الآن سينار، لحد هذه اللحظة لم يعني أتسلم الخبر، خاصة وأنا معكم على الهواء. الأعداد كبيرة التي تدخل الآن، أعداد الجنود، يعني خاصة أن وهم يحملون تصاريح التخاويل أمنية خاصة. قيل أن هذه التخاويل أصدرت بعد التأكد من سلامة موقف هؤلاء الجنود في إطار يعني مخاوف كانت من أن يكون هناك خرق داخلي، لكن على عكس التوقع كان الخرق خارجي هذا اليوم على ما يبدو. ليست هناك معلومات حتى الساعة على الأقل لدينا هنا في الكونغرس الأمريكي عما هي ما يجري في الخارج. وسنبقى بانتظار هذه المعلومات. طبعا الجنود يدخلون الآن بهذا الاتجاه ويمرون باتجاه آخر واتجاهات أخرى. سينار، أنصار ترامب، يعني هل هناك أي تسريبات حول نيتهم التجمع بالفعل؟ نعم، تحدثوا عن نية التجمع وأنهم سيكونون هنا بالآلاف في العاصمة، لكننا صراحة وأنا شخصيا هنا في العاصمة وفي مناطق متعددة من العاصمة لم نشهد لهم أي تواجد يذكر. وموضوع أنه خرق هذه التحصينات على الأقل هنا في الكونغرس أتحدث ومكان التنصيب ورغم الإجراءات الأمنية، يعني أمر صعب بمكان. وذكرت أنه ما بعد 6 يناير سينار ليس كما قبله، وانتشار 25,000 جندي، 5 أضعاف المتواجدين الجنود الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان والعراق، أمر ليس بالهين في مربع صغير بالنسبة للعاصمة الأمريكية واشنطن، قد لا يتجاوز يعني كيلومتر أو كيلومترين من يعني بقعة الأرض هنا أو المنطقة. أقول هم يعني متواجدون بكثافة جدا لم أشهدها من قبل في العاصمة، لم نشهدها حتى لدى حضوري مليون شخص في تنصيب باراك أوباما. كانوا 28,000 هذا صحيح، لكنهم كانوا ينتشرون على مستوى العاصمة الأمريكية واشنطن ككل. الانتشار اليوم هو في منطقة النورث ويست أو شمال غرب العاصمة، هذا يعطي زخم أكبر بالمنطقة الحكومية لتواجد هؤلاء الجنود، طبعا مع الحاجة لتوفير الكثير من الإمكانات المساندة لهم، شركات كبيرة متواجدة هنا الآن. نعم. لنصب الأسيجة وما زالت مستمرة بنصب هذه الأسيجة حسب ما أرسل للمؤسسة للقناة من صور تتحدث عن هذا الموضوع. طيب عمر، يعني ماذا عن تصريحات المسؤولين السابقين؟ قرأنا منذ أيام تصريحات لمايك بينس تعهد فيها بالحفاظ على التقاليد والتاريخ الأمريكي وانطلاق وانتقال سلس للسلطة، هل هناك تصريحات مطمئنة؟ سينار، دعيني أتحدث عن الأحداث. مايك بينس تحدث عن انتقال سلس للسلطة وتحدثوا عن الانتقال السلمي للسلطة. الانتقال للسلطة لم يكن سلسا بالمرة في الولايات المتحدة، وشهدنا ما حصل في الكونغرس الأمريكي في 6 يناير، لم يكن سلميا أيضا في جزء من أحداثه. وخروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء من قاعدة أندروز الجوية دون أن يشارك بمراسم التنصيب، دون الاعتراف بهزيمة فعلية، هذا ليس إقرار بالهزيمة على الطريقة الأمريكية أو كما متعارف بالولايات المتحدة. خروج الرئيس الأمريكي من قاعدة أندروز الجوية حتى وإن كان قد طلب السجادة الحمراء
السجادة الحمراء، وإن كان سيطلق له 21 إطلاقة، إلا أنه يوصف هنا بالمعايير الأمريكية على الأغلب بأنه خروج مشين مخزن ولا يليق بديمقراطية كديمقراطية الولايات المتحدة.